بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم محاضرة ثانية، مادة أساليب ونظم الحماية، الفصل السادس، قسم السلامة والصحة المهنية والبيئة. معكم أستاذة سلمى العقول. حكينا في المحاضرة اللي فاتت عن مخاطر بيئة العمل، حكينا نوع عليه مخاطر فيزيائية، وقلنا إن المخاطر الفيزيائية إن زي الضوضاء، ضوء الإضاءة، الحرارة، الإشعاع، غينا كل نوع كيف نقيسه وشنو طرق الوقاية منه. ما زلنا مستمرين في المخاطر المهنية في بيئة العمل، ونحكي اليوم على المخاطر الكيميائية. المخاطر الكيميائية تعرض العاملون مخاطر كيميائية مختلفة في أماكن العمل، وهي الغبار والأدخنة، 1-2 المعادن السامة، 3 المركبات العضوية، 4 الغازات والأبخر. إذا المخاطر الكيميائية اللي تعرضوا لها العاملون في أماكن العمل هي الغبار والأدخنة، المعادن السامة، المركبات العضوية السامة، والغازات والأبخر. تعرض المهني للغازات والأبخر. العاملون في بيئة العمل المختلفة يتعرضوا لأربع أنواع من الغازات: غازات خانقة بسيطة، غازات خانقة كيميائيا، غازات مهيجة، ورابع نوع اللي هو الغازات السامة. تمام، نقول لك شنو الغازات او ما هي انواع الغازات يتعرضون العاملون في بيئة العمل. هتقولي 1 الغازات الخانقة البسيطة، 2 الغازات الخانقة كيميائيا، 3 الغازات المهيجة، 4 الغازات السامة. تعال نشوف اول نوع اللي هو الغازات الخانقة البسيطة. شنو هي الغازات الخانقة البسيطة؟ هي الغازات اللي لا تحدث أي أثار في الجسم إلا إذا زاد تركيزها في مكان العمل عن 80%. عند النسبة هذه قالك تقل شنو نسبة الأكسجين المتاح للاستنشاق. وعادة يحدث الأوين الشيء هذا يحدث في الأماكن المغلقة، لأن زي الكهوف والمناجم والمستودعات. ومن أهم الغازات الخانقة البسيطة هو غاز ثاني أكسيد الكربون، وغاز النيتروجين، والميثان، والبروبان. إذا أول نوع من الغازات الموجودة في بيئة العمل هي الغازات الخانقة البسيطة التي لا تحدث أي أو تحدث أي إضرار أو أثار في الجسم إلا إذا كان زاد تركيزها عن 80%. يعني عندها تقل نسبة الأكسجين المتاح للاستنشاق، ويحدث هذا الأمر في الأماكن المغلقة في الكهوف والمناجم والمستودعات. مثال عليها غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز النيتروجين، والميثان، والبروبان، والبيوتان. ثاني نوع من الغازات اللي هو الغازات الخانقة كيميائية. الغازات الخانقة كيميائية قالك تسبب خلل في قابلية انتقال الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة. تشمل شنو؟ أول نوع من الغازات الخانقة كيميائيا هو غاز أول أكسيد الكربون. غاز أول أكسيد الكربون يتحد هذا الغاز مع هيموجلوبين الدم، يكون مادة كربوكسي هيموجلوبين، يمنع من الاتحاد بالأكسجين، وبذلك يتعطل شنو هيموجلوبين الدم عن وظيفته اللي هي اصلا شنو نقل الاكسجين من الرئه الى الانسجه. وقالك يتكون الغاز هذا اللي هو غاز اول اكسيد الكربون من الحرق الغير كامل للوقود. واهم مصادر غاز اول اكسيد الكربون المسؤوله عن تكونه هي وسائل النقل، حرق الوقود الثقيل، وحرق الفحم الحجري. والعاملون يتعرضون لهذا الغاز أثناء عملهم في الأفران في عملية تقدير إتلافي للفحم الحجري، وكذلك الأشخاص المعرضون لاستنشاق عوادم السيارات، وعمال أفران الزجاج، وعمال صهر تشكيل ولحام المعادن. ثاني نوع من أنواع الغازات الخانقة كيميائيا هو غاز سيانيد الهيدروجين. قالك شنو تقوم ميكانيكية هذا الغاز على عدم تمكن خلايا الجسم من الاستفادة من الأكسجين الموجود في الدم. طبعا يؤدي هذا إلى نقص أو عوز الأكسجين والوفاة السريعة للأشخاص المعرضين له. وعادة تعرض المخاطر غاز سيانيد الهيدروجين هم العاملون أو عمال طلاء المعادن كهربائيا، وكذلك العاملون على أو في تصنيع هذا الغاز. ثالث نوع من الغازات الخانقة كيميائيا هو غاز كبريتيد الهيدروجين، وهو غاز سام إذا استنشق أو امتص عن طريق الجلد، حيث يثبط هذا الغاز نشاط مركز التنفس في المخ. كذلك يقلل من قدرة الهيموجلوبين على حمل الأكسجين، وهو غاز قاتل عند
تركيز 600 بي بي ام، ويتعرض له عادة عمال مجاري وعمال بترول والتعدين. تمام. ب نجول الغازات المهيجة. ثالث نوع من أنواع الغازات اللي في أماكن العمل المختلفة هو الغازات المهيجة. الغازات المهيجة قالك تذوب هذه الغازات في سوائل الجهاز التنفسي وتحدث التهابات في الأغشية المخاطية، ومنها غاز الأمونيا وغاز ثاني أكسيد الكبريت. تحدث هذه الغازات التهابات للأغشية المخاطية للأنف والبلعوم، وتتورم وتسبب حتى انسداد، وقد تؤدي إلى الوفاة إذا كان ما كانش فيه إجراءات سريعة ومعالجة سريعة. رابع نوع الغازات السامة، ومن أمثلتها الفوسفين وغاز الأرسين، وهي غازات تمتص بعد استنشاقها دون حدوث أي آثار في الجهاز التنفسي، ولكن آثارها تكون في الأجهزة الأخرى مثل غاز الأرسين الذي يسبب انحلال الدم وفقر دم حاد. ثاني حاجة ناخذ تعرض الماء للأغبرة. الأغبرة هي شنو؟ هي جزيئات وألياف قابلة للاستنشاق والوصول إلى مناطق التأثير في الجهاز التنفسي، وقالك يصل قطرها إلى أقل من 10 ميكرومتر، وتصل منها الجسيمات ذات القطر أقل من 5 ميكرومتر إلى الحويصلات الهوائية. نحن عارفين أن الجهاز التنفسي عنده وسائل دفاع لحمايته من استنشاق الأغبرة، لأن شعر الأنف الطبقة المخاطية اللي تبطن القصبات الهوائية الأهداف التنفسية. لكن التعرض لجرعات كبيرة من الجسيمات والألياف اللي ماذا حكينا عليه، أو في حالة فشل الجهاز الدفاعي، الجسيمات هذه يصل إلى أنسجة الرئة والحويصلات الهوائية، وتحدث أمراض للرئة والجهاز التنفسي. طبعا الأمراض هذه تختلف حسب نوع الغبار. أهم الأمراض اللي هو مرض التليف الرئتين المتسبب عن طريق التعرض لغبار السيليكا، يعني العاملون لغبار المتعرضين لغبار السيليكا قال لك أهم مرض ممكن يصيبهم هو تليف الرئتين. رقم 3 التعرض المهني للمعادن. العاملون قال لك أثناء عملية التعدين أو استخراج أو الطحن يتعرضوا لمعادن، كذلك تدخل بعض هذه المعادن كمواد أولية في صناعة الدهانات والأصباغ، وفي عمليات الجلفنة وكذلك عمليات القطع ولحام قطع المعدنية. بصورة عامة قال لك إن أهم طريقة لامتصاص المعادن في الصناعة هي الاستنشاق الذي يمتص بواسطة 40% من المعدن عن طريق الرئة نتيجة الاستنشاق أغبرة هذه المعادن وبقرتها. فيما يصل قال لك 10% من المعادن إلى شنو؟ إلى الجسم عن طريق الابتلاع نتيجة تلوث طعام العمال وأيديهم. قالك ويسبب التعرض المهني لهذه المعادن أمراض مختلفة حسب نوع المعدن. من أمثلتها المعادن هذين هي المعادن الرصاص، الزئبق، الكادميوم، الزرنيخ، الفضة، القصدير. رقم 4 التعرض المهني للمركبات العضوية. عادة يتعرض الإنسان لعديد المركبات العضوية سواء في الصناعة أو في الحياة اليومية، والتي تدخل إلى جسم العاملين عن طريق أما الاستنشاق أو الملامسة أو عن طريق الجهاز الهضمي. وقال لك تؤدي هذه إلى شنو؟ هذه التعرضات إلى حدوث آثار سمية عادة أو مزمنة، تختلف حسب نوع المادة الكيميائية اللي تعرضوا لها. تمام. من أهم هذه المواد هي البنزين والميثال كلوروفورم وبعض المبيدات العضوية. قالك من أهم المذيبات اللي هو البنزين الحلقي اللي يؤثر على شنو؟ على العظام، ويصاحب عادة العاملون المتعرضون للبنزين الحلقي كذلك أعراض فقر الدم. هذه مخاطر كيميائية، وناخذ الطرق الوقاية من مخاطر المواد الكيميائية. 1 نصب أجهزة للتنبيه عن تحرر أي كميات من المواد الخطرة داخل بيئة العمل. 2 تنظيف الأرضيات والجدران باستخدام مكانس الشفط مع الاهتمام بغسلها مرة في الأسبوع.
على الأقل 3 تزويد الأشخاص معرضين مواد مهيجة وسامة بملابس واقية تغطي كافة الجسم وكذلك الرأس، منع تناول الطعام والشراب والتدخين داخل أماكن العمل، رقم 5 عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية داخل بيئة العمل الحد الذي يمكن أن يشكل خطر على العاملين، 6 تدريب العمال على كيفية التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة وتعريفهم بمخاطر وطرق الوقاية منها، 7 عزل العمليات التي تستخدم فيها مواد كيميائية سامة أو خطرة مع استخدام أقل عدد ممكن من العمال في مثل هذه العمليات. ناخذ المخاطر الكيميائية، قالك يكون مصدر مخاطر كيميائية عادة اللي هن الأجزاء المتحركة من الآلات والسيور والتروس والمراوح، طرق الوقاية منها، 1 يجب أن تكون الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة النقل الحركة سواء كانت ثابتة أو متحركة يجب أن تكون محاطة بشنو حواجز الوقاية المناسبة، 2 إقامة الحواجز الواقية بين العامل والآلة بطريقة تضمن حماية كافة العاملين من الحوادث أثناء التشغيل والعمل مع ضمان تضييقها لمنطقة الخطر وحصرها لأقل ما يمكن بحيث إنها شنو ما تعيقش عمليات التفتيش والصيانة. رقم 3 لا يسمح لأي شخص بإزالة أو تركيب أي حاجز واقي أو أي شيء من الأجهزة إلا إذا كانت الآلة متوقفة عن العمل وإن يعيدها إلى مكانها قبل إدارتها. 4 الكشف المستمر عن الآلات والمكائن والتأكد من سلامتها ومتانة أجزائها مع إجراء الصيانة الدورية لها. 5 وضع لوحات إرشادية بجوار الآلات أو أماكن العمل أماكن العمليات عفوا المختلفة توضح فيها التعليمات الفنية الضرورية للوقاية من الخواطر المخاطر أو الحوادث. هذين هن شنو طرق الوقاية من مخاطر الميكانيكي. نجو ناخذ المخاطر الحيوية، مخاطر حيوية من اسمها هي تنتج لتعرض العاملين لخطر العدوى الميكروبية والطفيليات واللي تتواجد في أماكن العمل خصوصا للقائمين على الأعمال الآتي. يعني من اللي معرضة للمخاطر الحيوية هم من؟ 1 العاملون في الخدمات الصحية من الأطباء وكادر التمريض وتقنيو المختبرات والعاملون الصحيون، 2 العاملون في تربية الحيوانات والطيور في الصناعات المعتمدة على أعضاء الحيوانات وتصنيع اللحوم والجلود، كذلك العاملون في الرعاية البيطرية للحيوانات، 3 عمال الصرف الصحي والتشييد والميناء، 4 العاملون في الصيد البري البحري. إذا أكثر الأشخاص المعرضون للمخاطر الحيوية هم العاملون في الخدمات الصحية هم أطباء وتمريض وتقني ومختبرات وعاملون صحيون، 2 العاملون في تربية الحيوانات والطيور في المسالخ والصناعات المعتمدة عفوا على أعضاء الحيوانات وتصنيع اللحوم والجلود، كذلك العاملون في الرعاية الطبية البيطرية للحيوانات، 3 عمال الصرف الصحي والتشييد والبناء، 4 العاملون في الصيد البري والبحري. قال لك العاملون اللي حكينا عليهم بدري تحدث العدوى لمن للعمال غير محصنين بدخول الميكروبات إلى أجسامهم بطرق مختلفة، يعني المعرضين للمخاطر الحيوية أو البيولوجية قال لك تدخل العدوى أو الميكروبات إلى أجسامهم بطرق مختلفة، منها 1 اختراق الجلد السليم، 2 دخول الجسم عن طريق جروح الجلد، 3 لدغ الحشرات، 4 الاستنشاق، 5 تناول الطعام والشراب. إذا تدخل الميكروبات إلى أجسام العمال الغير محصنين بطرق مختلفة، منها 1 اختراق الجلد السليم، 2 دخول الجسم عن طريق جروح الجلد، 3 لدغ الحشرات، 4 الاستنشاق،
5 تناول الطعام والشراب الملوث. ب الوقاية من المخاطر البيولوجية في بيئة العمل، عشان نقول للوقاية منهن يجب اتباع ما يلي: 1- تحسين حيوانات المزرعة من الإصابة بالأمراض الحيوانية. 2- كشف الحيوانات المصابة بالأمراض المشتركة وعزلها أو إعدامها أو التخلص من جثتها بطريقة صحية. 3- الرقابة على الحيوانات والطيور المستوردة وكذلك الأجزاء الحيوانية وغيرها، عشان والتأكد من خلوها من الميكروبات وتطهيرها قبل الاستعمال. 4- العناية بنظافة البيئات الملوثة بالميكروبات والطفيليات. 5- التخلص من مخلفات والعينات المستخدمة في التحاليل في المختبرات والمستشفيات بشكل صحي وسليم. 6- تحسين العاملين ضد الأمراض. 7- استخدام ملابس الواقي، لأن قفازات، أحذية، أقنعة واقية للوقاية من العدوى. 8- التثقيف الصحي من خطورة الإصابة ببعض الأمراض المعدية وطريقة الوقاية منها وأعراضها وضرورة إبلاغ عند الشعور بأي إصابة محتملة. تمام، نجول المخاطر النفسي. المخاطر النفسية قال لك يشكل تجمع الأفراد للعمل في أماكن العمل مختلفة ولفترة من الوقت يوميا يشكل تكوين مجتمع يتسم بطبيعة خاصة. قال لك يتأثر فيها العاملون بمجموعة من العوامل اللي تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية، ومنها ما هو مرتبط بالعوامل الاجتماعية مثل العمل في مجتمع عمل تختلف فيه قواعد وقيم العمل عما تعود عليه العامل في حياته العامة، مثل الالتزام بالمواعيد، الدقة في العمل، المسؤولية، وكذلك التعليمات والأوامر اللي تحكم طبيعة العمل واللي تتطلب التكيف والتفاعل معها بإيجابية. إلا أن الأفراد تكون لديهم قدرة محدودة للتكيف مع مثل هذه الظروف. قال لك بعض الظروف الخاصة والعوامل الخاصة تشكل بأسلوب العمل ضغط نفسي على العاملين، فالعمل متكرر على وتيرة واحدة ولفترة طويلة يشعر العامل بنوع من الملل. كذلك أسلوب الإدارة قال لك يأثر على الصحة النفسية للعاملين ونظام الحوافز والترقيات، هذين كلن قد تكون مصدر للإحباط والصراعات بين العمال. بالإضافة إلى الاختلافات الفردية ما بين العاملين من عوامل قد تجعل بعض هؤلاء العمال عرضة للإصابة بالأمراض النفسية. وكذلك تأثر في قدرتهم على تحمل المسؤولية ومواجهة المشاكل. قال لك المخاطر النفسية والاجتماعية تنعكس على أداء العاملين وصحتهم، وقد يظهر تأثيرها كذلك في تكرار حالات التغيب عن العمل أو في زيادة وقوع حوادث العمل أو اللي هو قد تؤدي إلى ظهور أمراض نفسية مثل الأعصاب والاكتئاب والهستيريا. تمام، كيف نقدر أو ما هي طرق الوقاية من المخاطر الاجتماعية والنفسية؟ 1- تقديم رعاية خاصة للعاملين الجدد لإعطائهم فرصة للتكيف مع نمط الحياة الجديد. 2- تفادي الملل في العمل عن طريق تغيير مكان العمل وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات وإعطائهم إحساس بالأهمية. 3- اتخاذ الأساليب الخاصة بمنع الصراعات والاحتكاك بين العاملين. 4- الاختيار المناسب للعمال لوضع العامل المناسب في مكان المناسب له. إذن طرق الوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية 4: 1- تقديم رعاية خاصة للعاملين الجدد لإعطائهم فرصة للتكيف مع نمط الحياة الجديد. 2- تفادي الملل في العمل عن طريق تغيير مكان العمل وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات وإعطائهم الإحساس بالأهمية.
خلاف اتخاذ الأساليب الخاصة بمنع الصراعات والاحتكاك بين العاملين. 4 الاختيار المناسب للعمال ووضع العامل المناسب في مكان العمل المناسب له. نجو توا لأنواع المخاطر المحتملة في الصناعات العامة وطرق الوقاية منها طبقا لمن للأوشا. أول حاجة لازم نعرف الأوشا شنو هي. الأوشا هي الحروف الأولى من إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الأمريكي، اللي هي Occupational أو Safety S and Health الإتش Administration، اللي هو شنو الإدارة العامة وإدارة تمام. إذا الأوشا اختصارا لـ Occupational Safety and Health Administration، تمام، اللي هي OSHA. بمن هي هذه إدارة السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل الأمريكية؟ هي الجهة المسؤولة على إصدار تشريعات السلامة والصحة المهنية والمواصفات القياسية الخاصة بها، كذلك متابعة وفرض تنفيذها في مواقع العمل المختلفة في الولايات المتحدة. إذا الأوشا هو اختصار الـ Occupational Safety and Health Administration، هو أول حرف من كل كلمة OSHA اللي هي أوشا، تمام؟ باش نقول أنواع المخاطر المحتملة في الصناعات العامة حسب ما قالت لنا الأوشا، اللي هن مخاطر الكهرباء، مخاطر الحرائق، مخاطر العدد اليدوية، مخاطر أسطح العمل والسير. إذا لما نقول لك شن أذكر أنواع المخاطر المحتملة في الصناعات العامة طبقا للأوشا، قولي 1 مخاطر الكهرباء، 2 مخاطر الحرائق، 3 مخاطر العدد اليدوية، 4 مخاطر أسطح العمل والسير. نجو ناخذ أول نوع اللي هو مخاطر الكهرباء. مخاطر أول حاجة، ما في حاجة اسمها متطلبات عامة حسب ما قالتنا الأوش، قالت إن يجب إن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية يجب إن تكون مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية. 2 يجب أن تكون العلامات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة. 3 يجب ترقيم جميع الفيوزات والقواطع الكهربائية في لوحة الكهرباء حتى يسهل التعرف على كل فيوز أو قاطع بكل معدة، وهذا طلب ملزم من جانب الأوشع حتى يتم استخدام ذلك في حالة الطوارئ. إذا متطلبات عامة يجب توفيرا، لأن 1 جميع أجهزة والمعدات الكهربائية يجب أن تكون مطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية. 2 يجب أن تكون العلامات المثبتة عليها واضحة وسهلة القراءة. 3 يجب ترقيم جميع الفيوزات والقواطع الكهربائية في لوحة الكهرباء حتى يسهل التعرف على كل فيوز أو قاطع بكل معدة، وهذا طلب ملزم من جانب الأوشا حتى يتم استخدام ذلك في حالة الطوارئ، تمام؟ طبيعة الكهرباء Natural of Electrically، شن هي طبيعة الكهرباء؟ الكهرباء عبارة عن طاقة في شكل جسيمات صغيرة مشحونة إلكترونية، تمام؟ تسري في مواصل وكوندكتور مثل سيريان الماء في أنبوب. إذا الكهرباء هي عبارة عن طاقة في شكل جسيمات صغيرة مشحونة لأن الإلكترونات تسري في مواصل وكوندكتور مثل سريان الماء في الأنبوب. ب التيار الكهربي هو شنو؟ كمية من الإلكترونات المارة خلال نقطة معينة في زمن معين ويقاس بالأمبير. التيار الكهربي هو كمية الإلكترونات المارة خلال نقطة معينة وفي زمن معين وتقاس بالأمبير. ب القوة الدافعة الكهربائية قالك تتسبب في سريان التيار، هي القوة اللي تخلي التيار يمشي داخل الموصل، تقاس بالفولت.
قالك أثناء سريان التيار يقابل مقاومة من الموصل، تسمى المقاومة الكهربائية اللي هي ريزيستنس وتقاس بالأوم. إذا التيار الكهربي هو كمية الإلكترونات المارة خلال نقطة معينة في زمن معين وتقاس بالأمبير. القوة الدافعة، واحد قياس التيار الكهربي هي الأمبير. القوة الدافعة الكهربائية هذه تتسبب في سريان التيار وتقاس بالفولت. أثناء سريان التيار في الموصل قالك يقابل مقاومة تسمى المقاومة الكهربائية اللي هي ريزيستنس، وحدة قياسها الأوم. إذا التيار الكهربائي يقاس بالأمبير، القوة الدافعة الكهربائية يقاس بالفولت، المقاومة أو ريزيستنس تقاس بالأوم. قالك في حاجة اسمها قانون أوم اللي هو أومز لو، ينص على شنو قانون أوم. قانون أوم قال إن كمية التيار المار بالأمبير طبعا تتناسب طرديا مع القوة الدافعة الكهربائية اللي هي بالفولت، ويتناسب عكسيا مع مقاومة القوة أو مقاومة الدائرة الكهربائية اللي هي وحدتها قلنا أوم. إذا قانون التيار الكهربائي يساوي القوة الدافعة الكهربائية اللي هي نقولها الجهد على المقاومة الكهربائية. وحدة التيار الكهربائي بالأمبير، والقوة الدافعة الكهربائية اللي هي الجهد بالفولت، والمقاومة وحدتها بالأوم. تمام؟ إذا قانون أوم ينص على كمية التيار الكهربي المار تتناسب طرديا مع القوة الدافعة الكهربائية وعكسيا مع شنو؟ مع مقاومة الدائرة الكهربائية. التيار الكهربي يساوي القوة الدافعة الكهربائية اللي هي الجهد على مقسوم على المقاومة الكهربائية. التيار الكهربائي واحد بالأمبير والجهد بالفولت والمقاومة الكهربائية بالأوم. مخاطر الكهرباء شنهن؟ هناك عدة مخاطر الكهرباء، ناخذ منها الصعقة الكهربائية اللي هي electric shock. قالك مدى تأثير الإصابة بالصدمة الكهربائية على جسم الإنسان يتوقف على 3 حاجات: واحد، كمية التيار المار خلال الجسم والمسار اللي يسلكه التيار، وقت بقاء التيار بالجسم، والحالة الصحية ووزن الشخص المعرض للصدمة ونوعه وكذلك سنه أو عمره، وكذلك درجة رطوبة الجلد. إذا الصعقة الكهربائية اللي هي الإلكتريك تشوك أحد مخاطر الكهرباء. قالك مدى تأثير الإصابة بالصدمة الكهربائية على جسم الإنسان يتوقف على كمية التيار المار خلال الجسم، وقت بقاء التيار بالجسم، وكذلك الحالة الصحية ووزن الشخص، 3 درجة رطوبة الجلد. تمام؟ تاني نوع حدود شرز وفرقعة اللي هي يقولها أرك بلاست. وأمتى يحدث؟ يحدث عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكن، ويحدث أيضا عندما يقفز تيار عالي من موصل لآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة الكهربائية. إذا يحدث الأرك بلاست عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة، وكذلك يحدث أيضا عندما يقفز تيار عالي من موصل لآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة. بين الوقاية قال لك من مخاطر اللي هو الأرك بلاس اللي هو الشرز والفرقعة، لابد من تشغيل أو إيقاف الدوائر الكهربائية بواسطة اليد اليسرى حتى يتم إبعاد الوجه عن الفرقعة في حالة حدوثها. تمام؟ ثالث نوع من مخاطر الكهرباء اللي هو شنو؟ الحرائق والانفجارات اللي هو fires and explosions. في حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية ترتفع درجة حرارة الأسلاك الكهربائية، ويسبب شنو؟ بصهر المادة العازلة واحتراقها، وبالتالي احتراق الأجزاء البلاستيكية المحاطة بالأسلاك والمعدات الكهربائية، الأمر اللي يؤدي لي إلى حدوث حريق. تمام؟ كذلك في حالة حدوث الأرك بلاست ويوجد
بمكان مواد سريعة الاشتعال، فسوف تشتعل ويمكن ذلك إن هي تحدث شنو انفجارات. إذا الحرائق والانفجارات تحدث في حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية، وترتفع درجة حرارة الأسلاك الكهربائية، وقد يسبب ذلك في صهر المواد العازلة واحتراقها، وبالتالي احتراق الأجزاء البلاستيكية المحيطة بالأسلاك، الأمر اللي يؤدي إلى قد يؤدي إلى حدوث حريق. وكذلك لو حدثت عندي أرك بلاس في المكان ويوجد به مواد سريعة الاشتعال، فقلق فسوف تشتعل ويمكن أن تحدث لي اكسبلوشنز اللي هو انفجارات. ب تو وصلنا عند الطرق الوقاية من حوادث الكهرباء اللي هي electric accidents prevention. اللي هنا شنو قالك؟ يتم اتباع الإجراءات الآتية للوقاية من حوادث الكهرباء. 1، يتم فصل التيار الكهربائي عن أي معدة أو جهاز كهربي قبل إجراء أي عمليات صيانة عليه، ووضع لافت التاج عند مكان فصل التيار الكهربائي بحيث إنه شنو ما يجيش أي حد آخر يقوم بإعادة التيار الكهربائي، ويعرفوا إن إحنا قاعدين نقوم إيش بصيانة للجهاز أو المعدة الكهربائية. 2، لا تلبس الخواتم والساعات والمجوهرات عند العمل قرب الدوائر الكهربائية. 3، لا تستعمل السلالم المعدنية أو العدد اليدوية غير المعزولة عند العمل في الأجهزة الكهربائية. 4، يتم استخدام وسائل الإضاءة المؤمنة ضد الانفجار اللي هن explosion بور عفوا بروف لامبس، واللي يمكنها احتواء أي انفجارات داخلها ولا تسمح بخروجها إلى الجو المحيط والتسبب في حوادث أو حدوث حريق به، وذلك في الأماكن المصنفة خطرة اللي هي hazardous locations كأماكن تجمع الغازات والأبخرة القابلة للاشتعال. 5، اللي هو يجب التأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية الثابتة والمتحركة موصولة بالأرض بواسطة سلك، وهذا السلك لا يحمل تيار كهربائي، ولكن عند حدوث قصور كهربائي في الدائرة الكهربائية ومرور تيار خاطئ في السلك الحي اللي هو الهوت واير اللي حامل لي التيار إلى إطار أو غلاف المعدة أو الآلة، فإذا كان هذا التيار كبير يدفع القاطع الكهربائي اللي هو سيركت بريكر أو الفيوز على فصل الدائرة الكهربائية، أو يحمل السلك الأرضي التيار الكهربائي إلى الأرض ويمنع مرور الخاطئ خلال جسم الإنسان. 6، تقوم الفيوزات اللي هو فيوز وقواطع التيارات اللي هو سيركت بريكر لفصل الدائرة الكهربائية. 7، لا تحمل مصدر التيار بأكثر من طاقته حيث يؤدي ذلك لحدوث حريق. 8، لا تمرر الأسلاك الكهربية خلال أبواب والنوافذ وأبعادها عن مصادر الحرارية كالدفايات ولا تعلقه على المسامير. 9، لا تتغاضى عن الأجزاء المتآكلة في الأسلاك الكهربائية وقم بتبديلها أو تغطيتها بشريط عازل. 10، يجب أن يتدرب العاملون في مجال الكهرباء على استخدام طفايات الحريق المناسبة للاستعمال في حرائق الكهرباء. 11، في حالة إصابة أي شخص بصدمة كهربائية يجب عدم ملامسته على الإطلاق، والقيام أولا بفصل التيار الكهربائي وإبعاده عن مصدر التيار الكهربائي بواسطة لوح أو قطعة من الخشب أو أي مادة عازلة أخرى، وبعد ذلك يمكن إجراء الإسعافات الأولية ويتم استدعاء طبيب على الفور أو نقل المصاب إلى المستشفى. عند شحن البطاريات لا تحاول لمس سوائل البطارية بيديك، واستخدم معدات الوقاية عند القيام بذلك لنواقي الوجه، القفازات، المراية البلاستيك. عند الإصابة بحروق حمض البطاريات يجب رش مكان الإصابة بالماء.
هيك محاضرتنا نحن انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.